يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفس عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان الحلقة استغلال، كلمة مستبشعة لأن معناها مستبشع، كلمة نلصقها بإنسان إذا قررنا أن نصفه بصفة سلبية ورذيلة أخلاقية. استغلال، مستغل. اليوم راح أتكلم عن الاستغلال، وهو موضوع كبير والحياة مليئة بالمستغلين والاستغلال، إلا أن المحورين اللي راح أتكلم عنهم هم محور المرأة ومحور دكاترة الجامعات والكليات، سواء كانت يعني من أي قطاع من القطاعات التعليمية في هذا المستوى الراقي، وإن كان موجود استغلال في غيرها من الدرجات، ولكن ماذا عسى أن تكون النتيجة إذا كان الاستغلال موجود في أعلى سقف معرفي ثقافي أكاديمي، ألا وهو في دكاترة الجامعة. أما المرأة فهو الحديث الذي لا ينتهي. عندما تجلس وترصد القنوات التي تتكلم عن القضايا النفسية والتربوية والتنموية والأسرية والفتاوى والإرشاد، تجد أكثر المتصلين نساء، أكثر المتصلين متصلات. وهل لأن عدد النساء أكثر؟ أم لأن وضع المرأة الشرقية لا يسر؟ أم أن المجتمع الشرقي مجتمع خلط الدين بالعادات والتقاليد والأعراف، فغلب العرف على أحكام الله سبحانه وتعالى؟ أو فهم الحكم الشرعي فهما تقليديا تقاليديا عرفيا اجتماعيا لا فهما شرعيا كما أراده المشرع سبحانه؟ هذه النقطة. تعالوا شوف نوع من أنواع الاستغلال نمر عليها سريع، نمر على الاستغلالات سريعا. عندما يستغل الأب الطماع بناته فيعضلهن عن الزواج ويمنعهن عن الزواج من أجل الاستثمار في أموالهن، كلهم موظفات أو عاملات، فما يبي يزوجهم علشان يبلع فلوس البنات. يعني قاعد يرتكب جريمتين، جريمة أخذ أموالهم أموالهن بغير طيب نفس، وإن كان من المفروض طبعا أي بنت أي ولد على رأسنا، ما حنا نبي عيالنا يصيروا مثلنا وإحنا نصير مثل آبائنا، الكرم والإحسان ورد الفضل والبر موجود. أنا قاعد أتكلم عن الاستغلال، عن السلوك الغلط، يمنع بناته من الزواج. هذا مشهد. في واحد لما ما تفرحوا بناته في دولة عربية، مو عندنا ولا حتى في الخليج، يعني أنا القصة أعرفها من الوسيط واشتهرت حتى في البلد، استأنسوا. هذا مثلا مشهد. المشهد الثاني، أخذ معاشات الزوجات أو أموالهن، تكون مجتمع في سلطة أبوية، المجتمع أبوي، كرت السحب الآلي أو المعاش عند الزوج ويعطيها حسب ما يريد. استغلال معاشات البنت، البنت أول ما توظفت قروض للأخ للأب ولأشياء أحيانا، هل يجوز هذا الكلام؟ استغلال، طمع. ومن أنواع الاستغلال فهم الدين على كيفه، يطق زوجته، يستخدم اليد والحذف وكل شيء، لا الدين أباح لي واضربوهن. رح نجي على الأمور هذه كلها. لا عاد في استغلال يحتاج إلى بسط وايد، ألا وهو استغلال زواج الصغيرات،
تعالوا نوقف مع واحدة واحدة بمرور سريع حتى نبين شو يقول الدين وماذا تقول الممارسات، لا يصير خلط في المسألة. أما الضرب فجداً استأت عندما تسمع أخت تقول لما يطقني يقول مالك حق تتكلمين ولا أحد يسأل. ليش؟ قال لك في حديث رواه الإمام أبو داود، لا بعد يخرج الحديث يجيب منه رواه، رواه الإمام أبو داود ورواه الإمام النسائي، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. وبعدين ليش يروح بعيد؟ واللاتي تخافون نشوزهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أهو القرآن قال ضرب. هل فعلا الرسول ضرب وأمر في الضرب ويفهم الضرب بمعنى الضرب؟